خبر صار للمغاربة. أفادت وزارة الاقتصادية والمالية وإصلاح الإدارة اليوم الاثنين أن الحكومة ستصرف الدفعة الثالثة من الدعم الاستثنائي المقدم للأسر العاملة بالقطاع الغير المهيكل والتي فقدت مداخلها من جراء الحجر الصحي ابتداء من 18 من يوليوز الجاري وفق مصادر وشروط معينة. وفق بلاغ لوزارة المالية سيتم أداء الدفعة الثالثة بالطريقة التالية: في البداية يقوم رب الأسرة الذي استفاد من الدفعتين السابقتين للدعم بإرسال رقم بطاقته الوطنية إلى الرقم 1212 على رسالة نصية قصيرة، ويعتبر هذا الإرسال بمثابة تصريح بالشرف على أنه الشخص الوحيد بالعائلة الذي يستفيد من هذا الدعم من جهة، ومن جهة أخرى أنه فقد مداخله خلال شهر يونيو 2020 من جراء الحجر الصحي. وترسل الرسالة النصية القصيرة وجوبا من نفس رقم الهاتف الذي استعمل في المراحل السابقة. في المرحلة الثالثة سيفتح باب تقديم هذه التصريحات ابتداء من يوم الأربعاء 15 من يوليوز 2020 على الساعة 8 صباحا وإلى غاية يوم الجمعة 17 من يوليوز 2020 بمنتصف الليل. في المرحلة الرابعة تسحب الإعانات بنفس الطريقة التي استعملت في المراحل السابقة ابتداء من 18 من يوليوز 2020. أما في المرحلة الخامسة والأخيرة ستتولى المصالح المختصة إجراء عمليات المراقبة، ويترتب على الإدلاء ببيان كاذب متابعات قضائية واسترجاع المبالغ المتحصل عليها بدون وجه حق. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناتنا كوكب الفن.